اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في حلقه جديده. طبعا قبل اي حاجه بحب اشكركم على الدعم المتواصل للقناه دي. ان شاء الله في حلقه النهارده جايبين واحد فنان حاجه مدرسه كده زي ما الكتاب ما بيقول، وهو المعلم الكبير رياض محرز. وجهه نظري بصراحه ده اسطوره الجزائر الحقيقيه. والسؤال هنا بقى بيطرح نفسه يا معلم، ماذا قدم رياض محرز في موسم 2020 من المهارات؟ في الفيديو ده هعرفك قدم ايه بالظبط. بس قبل ما نبدا يا معلم ما تنساش تنزل تعمل لايك، مش تخسر حاجه يعني لو دعمتني بلايك. طبعا ما تنساش تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل برده زر الجرس علشان خاطر يظهر لك اشعار باي فيديو جديد بنزله. ويلا بينا يا معلم. يلا يا معلم، هذا الفيديو مقدم من قناة اف 7. خلاص بسرعه تعمل فيديوهات جميله قوي. رياض تعالى حبيبي، بدايتها لسه بنسخن معاها. معلش رياض ده حاجه مدرسه. يا اوف ايه ده، عامل ازاي ده؟ بص الدريبلينج بتاعه الكوره بقى. بص تعالى الفينت الاولاني قدام واتشورد، والتاني والتالت، ودخل عمل فاول. يا جدعان لا، انا من عشاق رياض بصراحه. تعال اي عيني يا ولد يا لعيب. الكلام ده في 2020 ماشي، عشان المتخاذلين اللي بيتكلموا على رياض. يا ولد الكرة في رجليه عامله ازاي اصلا؟ كان في احصائيه كانت عامله بيقول لك ان رياض اكتر لعيب في العالم لما بيكون معاه كوره بيعمل هجمات. يعني الاحصائيه دي كانت مش فاكر كانت من مجله ايه، كان ايه حاجه زي كده يعني. رياض لا، الله اكبر عليه بجد. بيمين بيشوت يا باشا وكل حاجه. بص بيمين بيشوت يا باشا ما بيجليش. معلش الله اكبر عليه، الله اكبر عليك يا رياض والله. الكنترول بتاعه اصلا، جريته اصلا تخوف. يا ولد على الاسيست. ده مين اللي جابها؟ ده بسن رجله. رياض لسه بنسخن. بس العيال تخاف اصلا تخش عليه والله. ايه ده؟ فاول. شوف الفاول ده، هو حريف الله اكبر عليه. اوف يا الواد، الكوره جت في وشه زعلته. اوب تعالى حبيبي انت كمان، انتوا الاثنين. الكلام ده في 2020 يا جدعان، ما بالك بقى لو جبت لكم مع المنتخب بتاعه. بص الاسيست ده يا جدعان. بيقول لي رحيم ستيرلينج خلاها تخبط فيك، بس يعني خلاها تخبط فيك كمان. تعالى حبيبي تعالى، احسن عشان ما تخش عليه جامد. يا ولد يا مدرسة. معلش ده مدرسة كورة يعني. اللي بيعمل رياض بصراحة بكرة حاجة متعة. يا ولد يا لعيب على الكعب. اوب العجوة كلها جون. اجويرو ما بيهزرش، ده ما بيهزرش. معلش قدام الجون اجويرو ما بيهزرش يا جدعان، قدام الجون وكلنا عارفين بكده. رياض تعالى. طيب يا جدعان، بس ايميرسون ده تعبان والله. يعني انا مش فاهم، كان جات فتره عليه بيلعب اساسي ليه على الوضع الونسو. معلش ياض احنا عرب. ها وبعدين تعالى. يا ولد هو اصلا جريته بالكره تخوف اللي قدامه. اوف يعني. ها بص مع منتخب الجزائر. اوف الواد دخل في رجليه دخله وحش. تعالى حبيبي يا ابني، سيب التيشيرت ده، عوض الله يخرب بيتك. سيب التيشيرت ده، ما تراوري يا جدعان. كان معاه ده ما تراوري دلوقتي بيلين. علق رجليه. يا ولد يا لعيب. يا عيني يا بغداد. بص الاسيست الواحد هداف بقى. بص واحد ما بيهزرش، معلش واحد سفاح والله.
اسيست كده وايه مغمض عينيه وبيدي اسيست لواحد سفاح ما بيهزرش. تعالى انت هو حبيبي عشان ما تخشش عليه جامد بس. تعالى تاني تعالى قدام مين؟ قدام ليستر سيتي تقريبا صح؟ يا ولد يا ولد. اي 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 عيني 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 مين اللي بيسحب ده واللي بعديه كوبري واللي بعديه كوبري تاني. لا 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 بيلين والله بيلين بيلين دي احسبها بيلين. يا ولد يا عيني على الاسيست يا جدعان. رياض مدرسة هنتكلم في ايه؟ ماشي ماشي يعني رزق رزقك. انا بصراحة يا ولد يا عيني على الاسيست. وبرضه بص بيدي اسيست لواحد ما بيهزرش ما بيسميش جرو. انا فاكر الاسيست ده كنت قاعد بتفرج على الماتش ده. بص رحيم ستيرلينج من فوق جوه يا ولد يا رحيم. نفسي بقى فعلا هو يمشي من ال اوب 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 اوب. الجون ده في مين؟ الجون ده في مين؟ كرة عكس اتجاهها صح؟ ده مع المنتخب بتاعه. مين اللي اترقص ده؟ ده قدام مين دول؟ اوعى تقول لي قدام كولومبيا. يا ولد يا ولد يا ولد. هو جاب جونين في كولومبيا ولا ايه؟ يا ولد يا ولد على الاسيست ده نسميه مستر اسيست ولا لا بلاش مستر اسيست. يا قدام اليونايتد تعالى تعالى دي خير تعالى تسيب الهوي جدعان هنعمل. طب اقول ايه؟ طبعا الراجل ده الراجل ده بصراحه من وجهه نظر نفسي يمشي من السيتي يعني. انا تعالى حبيبي تعالى انت كمان يعني نفسي يمشي من السيتي عشان يلعب اساسي كده شويه نستمتع بيه. فاول يا ولد يا ولد يا ولد. اوف بص بص الكره قاعده من جنب رجل الواد ازاي. اي 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 احسن 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 يا غشيم يا اهبل. جيسوس جيسوس بص بديك اسيست يا جبريال. واد خيسوس ده برضه جامد قوي يا جدعان. انا ما بحبش المدافعين اللي بتخش جامد على واحد مهاري هيعزقك. ده مين ده؟ لوكاس دين ده صح؟ يا ولاد اللعيبه عجون يا ولد اللعيب عجون يا ولد. بيلين بيلين رياض اللي لمسها بيلين. تعال كفايه راح فين تاني؟ اوف 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 من راح زعب ده زعب ده راح فين ده؟ راح فين المعلم ده؟ ليه هيجيب جون؟ انا قلت هيجيب جون تعال. انا فاكر اللقطه دي فاكرها فاكرها. الاثنين بص بيسحفوا قدامه ده تشيل ويل ده يا معلم. ها بيلين كره في رجليه جميله قوي. تعال يا فريد تعال يا فريد يا فنان. يا ولد يا ولد يا ولد على طول. لا هو الكوره تعال انت كمان تعال. يوب 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 راح فين ده؟ راح فين يا عيني؟ تعال انت كمان يا ولد. يا مين اللي عامل له؟ يا ابن اللعيبه رياض يا ابن اللعيبه رياض عجون. لا 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 خد الاسيست ده يا معلم. خد الاسيست ده جيسوس. خد الاسيست ده من عمك رياض محرز. هتشيل ويل شكله اتهزق منه. طب انا اقول ايه؟ المسها بقى المس دي بروين. دي بروين في الدقيقه الجون ده انا فاكر الجون ده. بص دي بروين بص دي بروين بص العقل هنا بقى. بص دي بروين والعقل. تعالى حبيبي. ده قطعها ليه؟ ما ينفعش كده يا جدعان. بس يا معلم وكده تبقى الحلقه خلصت. لو الفيديو عجبك بقى ما تنساش تنزل تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اي فيديو جديد. واشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.